الحين وصلنا القناة، الحين عاد نعرف الرد على المزاج. برد أنا حق الأستاذة أنجلينا جولي الإمارات بدرية. يعني أنت بسألك سؤال، أنت الحين هذا الفيديو اللي أنت الحين نزلتيه هذا مو وسائة؟ أول شيء أنت شفيت شك بعمرك؟ كل ما حتكلمها كلمتين كلموا تكلموا بشرفي بعرضي، إما منو تحكي فيك أنت أساسا بعرضك بشرفك؟ شنو قلنا شنو؟ قاعدة بالتعمير؟ شفي التعمير؟ التعمير ترى من أفخم المجمعات في الكويت، واعتقد ان انت تدرين فيه، واجاره غالي ما يسكنه للعوائل المحترمه. ف بالويك اند يقعدون العوائل المحترمه بشكل خاص يسوون حفله عائليه، يشوون ويضحكون نسائيه بين وبين بعض. فهذا قصدي يا حجيه لما اقول لك انت قاعده في مكان اعلامي ولا في قاعده بالتعمير؟ قاعده بالتعمير، قاعده نسائيه. شوفي من اللي مخه مو سيده يلف ويدور وما يفكر الا بشيء واحد بس بسرعه. ولما تقولين لي انا من قالك اني حرضت اساسا على التعري؟ لا، بس عمرك مو نفس عمر نور ولا امل العوضي، على الاقل هذول بنات صغار بالعشرينات، يعني كبر عيالك، يعني على الاقل يقولون مستانسين بعمرهم كم سنه ويغيرون، الانسان يتغير، مستانسين بجمالهم في دنيتهم، هذا باكر كذا راح يتغير، ما في شيء يستمر. شوفوا فنانين كبار شلون كانوا بمرحله بدايه حياتهم، نفس مريم الصالح وسعاد عبد الله. طبعا انت ما تتقارنين فيهم لان هم كقيمه وتاريخ وحتى يعني تعامل ويا البشر وسلوك ما يوصل، ما تطقين صوبهم ابدا بكل المقاييس، وحرام اساسا. لكن هذول شوفي صورهم وهم شباب يلبسون الميني جوب والكات والدنيا، لما طقوا فوق 35 تغير لبسهم فوق تحت، تغيرت الدنيا كلها عندهم. كل انسان عنده مرحلته. احنا ما قاعد نتحكى من قال انا اساسا احرض على التعري، بس على الاقل يعني هذول بنات شباب نقول يلا باكر يتزوجون. وثاني شيء سنجل هذول يمكن مستانسين باكر ينعجب فيهم واحد يتقدم لهم يتزوج يتغيرون، لكن اللي عمره 53 سنه ولا الحين ما تغير وماكو فايده. ثاني شيء حبي، لما تقولين والله احنا نسمع الأغنية أحب البر المزيون وعادي نكسر الرقبة، والله ما شفنا إيش كثر المهرجانات اللي في الكويت وبالخليج، وإيش كثر فنانين الإمارات حريم ورجال، ما شفت أحد سمع أغنية وكسر الرقبة غيرك يا بدرية. أوكي، وثانيا وثالثا أنا أبيجتي ترفعين قضية يا بدرية، عشان أنا برفع قضايا أنا وعائلتي. أنا عندي فوق 6-7 فيديوهات أنتي ثابتني بالاسم بالكامل وسبيتي يدي ولعنتي والدي انتي وصوغة وغيرك، انتي بروحك بالسيارة سبيتي وقلتي عني قذرة وقلتي عني ما ادري شنو، وبرفع قضايا على عيالك لان عيالك سبوني، والفيديوهات موجودين والسنابات موجودين وكل شيء موجود. ماشي، فيلا يلا على المحاكم يا بدرية، شو وراي؟ ما عندي شيء، على الاقل انا كويتية ولا تأسيس، ما في شيء، ما حد راح يسفرني. لكن اعتقد عيالك اللي وياك اعتقد ان جوازهم ايراني، لان انا اعرف ابوهم كان متزوج غرور، انا اعرف ابوهم ايراني، فاعتقد الايراني يتسفر اذا صارت عليه قضيه. فيلا شد الحيل وكل واحد يحاسب الثاني. والله حتى انت في الفيديو لما قلت تعباجة لما ما تقولين الاسم معناه ان انت طالعة من الامور القانونية، لا حبيبتي لا يا عمري، ترى على فكرة فيفو سبني وما ياب الاسم ونسجن 8 شهور، طلع الحكم 8 شهور سجن. ماشي، احنا انا مي العيدان افعال افعل اسكت وطوف، بس اللي طق بابي يتحمل جوابي. اعتقد انا سجلي في وزارة الداخلية الحمد لله ما في ربع ما في سجلاتك في ملفك في وزارة الداخلية في الكويت، من تنوع من قضايا من كل شيء ما نبي نتكلم لانه واضح والكل كان يدري، وما شاء الله قضاياك انترست في مجلة الجريمة والحوادث والصفحة الاخيرة في الامنيات في كل الجرائد، ما
وانا راح اتكلم.